السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العتبة العباسية المقدسة من مجموعة العميد التعليمية مدرسة نور العباس عليه السلام للبنات الصف الخامس الابتدائي المادة الاجتماعيات. معكم السيد سهير عباس. موضوعنا اليوم هو التربية الوطنية والاجتماعية الوحدة الثالثة الفصل الأول وهو مجتمعنا العراقي. في السابق أخذنا قسم الجغرافيا وقسم التاريخ، اليوم نأخذ قسم الثالث وهو التربية الوطنية. نفتتح درسنا بالصلاة على محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نأخذ في بداية درسنا كالمعتاد الأهداف السلوكية. هنا يقول أعزائي الطلبة، انظروا معي، جعل المتعلمة أو المتعلم في نهاية الدرس قادرة أو قادر على أن 1- تعرف المجتمع، 2- تبين ما هي الروابط المشتركة، 3- توضح مجتمعنا العراقي، 4- تعدد مكونات المجتمع العراقي، 5- تشرح عن الأسرة جزءا من المجتمع. ننتقل في بداية موضوعنا حول هو المجتمع. يقول هنا السؤال، ما مفهوم أو تعريف المجتمع؟ عندما يقول ما مفهوم معناها تعريف، أو ما المقصود؟ هذا يقضي بما مفهوم أو تعريف أو المقصود. هنا يسأل عن المجتمع، نعرف المجتمع أو مفهوم المجتمع. يقول هنا الإجابة، المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض تربطهم روابط عدة أهمها الوطن. هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض تربطهم روابط عدة أهمها الوطن. يعني بما معنى هذا المفهوم الذي أمامنا في الشاشة، المقصود فيه أبسط شيء، نحن المجتمع العراقي هو مجموعة من الأفراد، نحن أفراد نعيش في هذا المجتمع على أرض واحدة تربطنا روابط. ما هي هذه الرابطة؟ الوطن أهمها. عندما يأتي شخص من الخارج ويسأل من أين أنت أو من أين أنت، أقول أنا من العراق، فأهم رابطة اللي في المجتمع تربطني رابطة الوطن. هكذا الإجابة تكون. بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم وهو ما مفهوم الأسرة. الأسرة يقول هنا هي نواة أي مجتمع، ويرتبط أفرادها بروابط اجتماعية قوية، وترابط الأسرة وترابط الأسرة يحقق تماسك المجتمع وترابطه. هي نواة أي مجتمع، ويرتبط أفرادها بروابط اجتماعية قوية، وترابط الأسرة يحقق تماسك المجتمع وترابطه. أقوى رابطة اجتماعية في المجتمع هي الأسرة. يعني الشخص الذي يأتي للمدرسة عن طريق أسرته اللي هم الذي يعززون فيه الآداب والأخلاق والتنمية القوية لديه. هذا بالنسبة إلى أن الأسرة هي أصل كل مجتمع، يرتبط أفرادها بروابط اجتماعية قوية متماسكة تكون، وترابط الأسرة يحقق تماسك المجتمع. الأسرة إذا كانت مترابطة تكون هناك تماسك في المجتمع، وبالتالي راح يزداد ترابط المجتمع. هذا بما معنى مفهوم الأسرة كما هو موضح في الشاشة. ننتقل بعد ذلك إلى الروابط المشتركة. هنا هذه هي روابط المشتركة، 1- الوطن، 2- المصير المشترك، 3- الأهداف المشتركة، 4- الحضارة والمصالح المشتركة. عندما نسأل عددي الروابط المشتركة، الوطن، المصير المشترك، الأهداف المشتركة، الحضارة والمصالح المشتركة. أنا أشترك بالوطن، وأي شخص معي داخل الوطن يشترك عن طريق أن الوطن مصير مشترك، نكون كلنا نفس المصير، أهدافنا مشتركة وحضارتنا ومصالحنا أيضا مشتركة، لأنه داخل مجتمع واحد. هذا بما معنى الروابط المشتركة. لو يأتي تعداد هكذا يكون الإجابة. ننتقل بعد ذلك إلى هذا معنى الروابط والتماسك والقوة. هذا بما معنى. بعد ذلك ننتقل إلى، يأتي السؤال، بماذا يتميز المجتمع العراقي؟ في بداية الأمر
أخذنا مفهوم المجتمع وتناولنا مفهوم الأسرة، أخذنا الروابط المشتركة. سوف نتناول الآن المجتمع العراقي، بماذا يمتاز أو يتميز؟ يأتي الإجابة: هو مجتمع متميز عن غيره، له عادات وتقاليد وقيم مدنية مشتركة. هو مجتمع يتميز عن غيره بماذا؟ له عادات وتقاليد وقيم مدنية مشتركة. وقد عاش أبناء المجتمع متحابين من الشمال إلى الجنوب، يجمعهم وطن واحد وهو العراق. هم أبناء المجتمع متحابين من الشمال إلى الجنوب ويجمعهم وطن واحد وهو العراق، دون تميز بين العرق والقومية والديانة، بما معناه أنه أنا ما فرق بين هذا مسيحي أو هذا مسلم، قوميته عرقه أصله نسبه. يقول هنا يكمل: ولكل فرد الحرية في ممارسة عاداته ومعتقداته ودياناته. هذا ما يميز المجتمع العراقي، يعني الإنسان المسيحي يمارس ديانته، الإنسان المسلم يمارس ديانته، كل شخص له معتقداته وديانته سائر عليها. هذا هنا الصورة مكتوبة عليها عراقي أنا، نحن نفتخر أننا عراقيون. هكذا بعد ذلك ننتقل إلى: يتكون المجتمع العراقي من مكونات عدة، لاحظوا معي، يتكون المجتمع العراقي من مكونات عدة، هي نقول: واحد، الآشوريين، الأرمن، العرب، الكرد، التركمان، الكلدان، الأزيدية، الشبك. هذه هي مكونات المجتمع العراقي. ننتقل بعد ذلك: لكل مكون له حق وعليه واجب، له حق وعليه واجب بالتالي تجاه الوطن، منها الانتماء والتعاون، يعني صاعد انتمي الوطني، الولاء، المساواة، التعاون والعدالة والتضحية، عندما يتطلب الوطن تقديم المساعدة والتضحية في الحروب، في بعض الأشياء المهمة في البلد، أقدم عدالة، تضحية، تعاون، انتماء. هذه كلها تدل على أنه كفاءة مكونات المجتمع العراقي. هذا حول مكونات المجتمع العراقي، لو يأتي تعداد هكذا تكون الإجابة. ننتقل بعد ذلك: ما هو دور الأسرة في المجتمع؟ ما هو دور الأسرة؟ ماذا تعمل الأسرة في المجتمع حتى ينجح المجتمع ويصبح بالتالي مجتمع قوي متماسك؟ يقول هنا إن الأسرة هي إحدى أو هي أحد مكونات المجتمع الأساسية، وتتميز بعلاقات اجتماعية مترابطة. كلما كانت الأسرة متماسكة يؤدي إلى تماسك المجتمع الذي تنتمي إليه. يقصد هنا كلما كانت الأسرة قوية متماسكة بين قوسين متحابة فيما بينها، مثلا أخي يساعد الأخت، الأب يساعد الأم، بينهم متكافئين متعاونين، بالتالي يؤدي هذا إلى تماسك الأسرة، وعندما تتماسك الأسرة يؤدي إلى تماسك المجتمع، وبالتالي تصبح أسرة قوية ومجتمع ناجح. هذا هو دور الأسرة في المجتمع. ننتقل بعد ذلك إلى الخلاصة. يقول هنا: المجتمع هو مجموع من الأفراد يعيشون على أرض واحدة، وتعد الأسرة هي إحدى نواة أي مجتمع، ومن الروابط المشتركة هي الوطن والمصير المشترك والأهداف المشتركة والحضارة والمصالح المشتركة، وإن مجتمعنا هو مجتمع متميز له عادات وقيم مدنية مشتركة تتميزه عن المجتمعات الأخرى. وأما أبرز مكونات المجتمع العراقي منهم العرب والكرد وغيرها، وإن الأسرة هي جزء من مكونات المجتمع الأساسية. هذا حول خلاصة الموضوع لهذا اليوم. ننتقل بعد ذلك إلى تقويمنا. التقويم هنا يقول: سؤال، عرفي المجتمع. سؤال، عرفي المجتمع. سؤال 2، عددي أبرز مكونات المجتمع العراقي. سؤال 3، ما هي الروابط المشتركة؟
سؤال 4 وضح الأسرة جزءا من المجتمع. وسؤال 5 وأخيرا عرف المجتمع العراقي. أرجو حل هذه الأسئلة في ورقة العمل. والنهاية شكرا لحسن الأصغاء. اللهم صلي على محمد وآل محمد. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.